بحبها بعيد عن العيال الحلمية عن المسرح. انتي اه مجنونة مسرح، امتي حبيبي لسه قايمة حبيبي بمسرحية كنت عاملة كل حاجة فيها، اه جايمة بيها لوحدك، اديتينا حسيس كتير جدا، اه طلع بيها علقتينا وضحكتينا اه وحسينا بروح تانية خالص. المسرح ده حياتي، المسرح بيكشف الممثل، المسرح عامل زي الجندي في المعركة، لو ما كانش متحكم، لو ما كانش متحكم في سلاحه يموت. عارفة زي الفارس، لو ما كانش فارس بجد حصان يوقعه، المسرح يوقعه. انا طالعه بخط احمر، اللي هي المونودراما اللي قصدك عليها، ده جميله هي جدا، انا خط احمر شفتها طالعه طبعا. بيها مهرجان بعد العيد حلوه، حتى اديها تاني في المغرب في حلوه طنجة، اه ان شاء الله. وهعمل بروفات بعد العيد ان شاء الله في شهر 8، وان شاء الله هعمل 3 ايام جنرال للناس وللصحفيين. امتى؟ قبل ما اسافر بثلاث، يعني اللي هو الجنرالات الاخيره. هو فعلا خط احمر، انت اديتي لنا مشاعر فيها كتير جدا. بتحبي انت العرض ده؟ اه صح، اه لان دي كانت فكرتي وده كان قلبي، وطلع اللي في قلبي يسر الفخراني ساعتها. صحيح. اه عايزه برضو اسالك، السينما وهو دي مشكله جيل، مشكله اه. طب يعني يعني لما كلميني عنها تتفرجي، شويه، انا شفتها بس عارفه يعني لما يعني تعرف. انت وانت بتتفرجي على خط احمر تحسي ان انا بتكلم عنك، والراجل لما يجي يتكلم ما يتفرج على خط احمر يحس ان انا حنان بتتكلم عنه، ان هي انا داخله ديب قوي في قلب البني ادم في العالم كله، ما هوش مختص ببلد معين. ومشهد لما بتلفي كده و لا يعني اللي احنا فيه، اللي احنا فيه خط احمر، اللي احنا فيه يعني خط احمر. عايزه تقولي منها ايه؟ بقول عاوزين نرجع لاصلنا، عاوزين نرجع لتربيتنا السليمه. احنا نسينا حاجات كتير، نسينا هويتنا، نسينا اخلاقنا. احنا بننحدر، يعني العالم بره بيتقدم بالتكنولوجيا وبيتقدم بحاجات كتيره، واحنا عمالين نرجع اخلاقيا، بنرجع وبناخد التقدم دوت للاشياء السلبيه. يعني عملوا لنا سوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، للاسف مسميين التواصل الاجتماعي هو التواصل الخرابي. ليه بقى؟ التواصل العدم الاخلاق، لان كل واحد دلوقتي بقى على صفحته شايف ان هو المتحكم، فبداوا يعرفوا ما بداخل كل شعب، واحنا عبط كلنا عمالين نكتب